أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء Oh.
أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. جزاكم الله خير شيخنا محمد الحيدان. He spent about 3 weeks here in Australia, alhamdulillah, and he loved Medina of us. And I told him to thank everyone for their hospitality. So we'll be following that tomorrow. Jazakallah khair for the brothers and sisters.